بفضل التطبيقات الذكيه صبحوا المطاعم اكثر قرب للزبون، وبكليك واحد توصلك الوجبه اللي اختاريتي حتى لعندك، والدفع كيكون اما عن تسليم او في التطبيق بالبطاقه البنكيه. لكن هذه العمليه في بعض الاحيان كتخلق مشكل للزبون وكتعرض حسابه البنكي للاختراق. المشكل اللي وقع لي انا اللي لقيت دخلت لابليكاسيون ديالي نشوف واحد البرمج دازت ليا ديال واحد السوسيتي خدمت معاها، تلقى الفلوس تنقص ليا من الكونت، تلقى كونار في نهار واحد تلقى تقريبا شي 1300 درهم مشات في نهار واحد نقصت ليا تقريبا كامله مشات في داكشي ديال الاكل. استعمال البطاقة البنكية في عدد من التطبيقات الخاصة بتوصيل الوجبات بدون ما يتوصل برسالة تأكيد، عملية سببت لهذا الشخص في خسائر كبيرة. عملية النصب اللي تعرض لها هذا الشخص تحدث عليها أمين راغب الخبير في البرمجة والمعلومات، وبعد ما نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي كان ردود أفعال كثيرة من عدد كبير من المتتبعين دياله. أنا غير مؤخرا داز الكوموند بدون 3D سيكيور. نعم، وحتى أنا كنت أحد الضحايا. وقعت لي واحد النهار. شوف، حتى أنا وقع لي نفس المشكل. أنا ما شريت حتى حاجة وكنت فاجئ بهذه المبالغ خرجت من الكون ديالي، والله ما فهمت شي حاجة. واحد التصوير أنا مشات لي 3600 درهم. إذا ما كما تشوفوا كاين بزاف ديال الناس اللي وقع لهم نفس المشكل، والإشارة هادو غير لي كومونتير اللي عندي في لاباج، لأنه بزاف ديال لي باج بارطاجاو هذا البوست هذا، وكان بزاف ديال لي كومونتير عندهم أن الناس كتشكى من نفس هذا المشكل هذا ديال أن لاكارت ديالهم كتستخدم بلا لا بيرميسيون ديالهم، وكيلقاو أنها كتشرى بها الماكلة. كيف ما سمعتوا هادشي ما وقعش لشخص واحد ولا زوج، بل وقع لعدد كبير من الناس. وهنا كيتطرح السؤال، شكون كيتحمل مسؤوليات هذا الشيء؟ واش المعطيات الخاصه ديال المغاربه كتحمى من طرف هذه المواقع والتطبيقات؟ في حالة انه غير موجود هذا 3D سيكيور، فتبقى الشركه كذلك تتحمل مسؤوليتها، لان انايا ما كنعرفش سي ام اي، ما كنعرفش، انا كنعرف الشركه اللي انا كنشري منها. يعني ملي غادي نلقى مثلا البطاقه الائتمانيه ديالي كتستخدم في هذا التطبيق هذا وبدون الصلاحيات ديالي او العلم ديالي، فهنا مشكل. انا كنعرف غير الشركه، يعني هي اللي مسؤوله على انها تامن لي البطاقه ديالي، واخا حتى يكون الشخص ما كيستخدمش هذاك التطبيق. يعني اي واحد مالك للبطاقه الائتمانيه خاصو يكون محمي ملي تم استخدام هذيك البطاقه في هذيك الشركه. كاين بزاف المواقع كتدخل لهم ما كتلقاش ديك لاشارت ديال الكونفيدونسياليتي، كيفاش نتوما ما تيشرحوش لك بواحد الطريقه واضحه، اولا ما كيشرحوا كاع، ما كايناش كيفاش كيتعاملوا مع المعطيات الشخصيه ديال المغاربه، واخا هادشي يعني كينص عليه القانون.